مرحبا بكم متابعي قناة سوسة تي في. احنا اليوم في مدرسة سد الشياب لمتابعة ابرز الانجازات التي حصلت في هذه المؤسسة. نلتقي اليوم ونتحدث الى السيد المدير علي قدوار لمعرفة واقع المؤسسة وافاقها. مرحبا بك سالي. مرحبا بكم ومرحبا بسوس تي في، ونتمنى لها النجاح. راهي هذه عنصر مهم واضافة كبيرة للمنطقة، منطقة سوسة كل. شكرا سالي. لو كانت تحدثنا على الواقع متاع مدرسة سد الشياب، كيف كانت وكيف أصبحت، وأهم التطلعات التي ترنون إليها؟ والله بكل صراحة أنا من اللي جيت لهنا فما تغييرات، لكن في أنا عندي تو مدة 6 سنوات هنا. بدينا بشوية بشوية، ما نكذبش عليكم، العلاقات والاجتهادات من المدير وكيفاش غيرنا الواقع، معناها قربنا الزملاء، قربنا أهم شيء الأهالي. اللي كانت الأهالي فما نقولوا شوية قطيعة، ما يحبوش يجيو ما يسألوش. الحمد لله تو بشوية خبرة وشوية معناها تقارب وشوية شعرتهم، لأن لافيزيونومي نتاع المدير عندها قيمتها، راهي العلاقات راهي عندها قيمتها. وقت تكسب حب الجهة راك مش تحل برشا مشاكل. أنا نتوقع أهم شيء النقطة اللي ركزت عليها هي قربي من الأهل، والحمد لله الآن قاعدين نجنيهم في هذا. عام السنين بالذات بمناسبة شهر صيانة المؤسسة لاحظت معناها تكاتف كبير ياسر بالمجتمع المدني بالجهة، ولو هو قليل ولكن مش مقصر، الأهالي ما قصروش رجالا ونساء، حتى النساء راهو ساهموا معنا. كيفاش تمثل المساهمة؟ المساهمة نتاعهم مش نقول لك مادية، فيها المادي ولو بالقليل، ولكن حتى بعرقهم يديروا. فما لو كان شفتوا نسيات يجيو ينظفوا معنا فك الحشيش، يجيو في الجر ما قصروش. كذلك فما جمعيات كيما جمعية صيانة سد الشياب، فمت عاونتنا بالكدا بالمجهود كيما زادت التعاضديات اللي موجوده هنا نتاع المجمع نتاع الحليب، ما قصرش معنا. فمت يعاوننا حتى ماتريال رولون نتاعهم في اي شيء نقضيه يجينا ويكون سباق لهذا. هذا صحيح تغيير الافكار مش سهل، وباش يكسبوا ثقه مدير ولا زملاء مش سهل. احنا عندنا زملاء جاوا قبلها موجودين وما حبوش ينقلوا. الوضع طيب ياسر، الاولياء ماهوش مقصرين. لاحظنا تغيير بالعنايه بوليداتهم، عنايه بالبنيه التحتيه، هكا قاعدين. وشفت وسجلت وريت التغيير اللي حصل للسنين، مدوني يدينا باش نغيروا حتى في ونطالبوا. طالبنا سلطه الاشراف الواقع في برشا حوايج وعاونت في سقوفات نتاع المدرسه، لان المدرسه راهو على فكره راهي قديمه، راهي تبنات من عام 1958 وحلت عام 59، وهك اللي تراو فيه هك هاو كيما المقعد هذا راهو قديم ياسر. ونحب نقول بارك الله في الزميل اللي جاب لنا الفكره واستغل هك الشيء المكسر وكل شيء، وعاودنا رسكناه ورقناه وانا مستمتعين به وقاعدين على مقعد من هذا النوع. لو كان تحدثنا على الشغورات في المؤسسه العام هذايا، نعرفوا اللي كونوا عام ناول مثلا كانت المدرسه فيها شغورات وكانت تعتمد بالاساس او بنسبه كبيره على النواب. العام هذايا وكلمه على النواب بالضبط، شنو رايك وموقفك من النواب وعلاقه النواب بالمؤسسه التربويه وبالوزاره؟ والله فيما يخص مؤسستنا احنا هنايا ما نكذبش عليك، وني ديما نقول الجانب العلائقي هذا مهم ياسر. نحن ما نسموه مدلي، لأن أول مرة في هذه السنة في افتتاح السنة الدراسية جل الكادر متاعنا كامل، الزملاء الكل كاملين. ما صارت بعد لأنه تعرف الولاية ناقصة برشا زملاء،
بحكم تخفيض الساعات. الشيء هذا أجبر الإدارة باش تفرق النواب على كامل المؤسسات التربوية، وإحنا من جملتهم. متعونا بزميلة معوضة، الزملاء المعوضين من ناحية التكوين العلمي لبس عليهم كلهم بشهادهم الجامعي، ولكن التكوين البيداغوجي وكما نقول أني مش كل إنسان تتوفر فيه شروط راو يصلح للتعليم، راو يلزم تيست. يا ودي فما ناس ما تعرفش تبلغ المعلومة، احنا راو نتعاملوا هاني يعني خادم إدارة، وكما كنت في الإدارة مش كما نتعامل مع التلميذ. التلميذ راو حاجة فراجيل ياسر، راو كنت يتأثر في تخيل المعلم، مش معناها المعلم راو مثال أعلى بالنسبة للتلميذ، يأثر فيه في كلامه في لبسته في علاقته في طريقة التخاطب في المعاملة متاعه، راهو شيء كبير المعلم. عندنا فكرة على السيد محمد بن الخضر الحارس المؤسسة اللي نعرفوه، اللي هو يعني الأرض هذه ترجع لجده، وجده هو اللي تبرع بها مشكور والله يرحمه. سي محمد بن الخضر نعرفوه اللي هو حارس ناشط وحريص على المؤسسة هذه، ومعطاء كلمة على السيد محمد بن الخضر. والله سي محمد بن الخضر أنا ما نعتبروش حارس، لأن حارس أنا أعطيه تيتر هو عون خدمات. علاش؟ لأنه فين نطلب نلقاه؟ أول حاجة اللي غيرته على هالمدرسة هذه، وهي إرث من الأجداد متاعو، معناها وقت حبوا يعملوا منارة علمية تبرعوا، الناس تتبرع معناها بثلاثة آلاف متر، وهنا أكثر من هكتار، والمدرسة كبيرة هاكم كما تلاحظوا فيها. ولذا هو مش مقصر، قام بواجباته معناها على احسن ما يرام، وانا نشكره شكر جزيل وربي يشده بصحيحته. مشاكل المؤسسه يعني نعرفوا اللي فما بير شكل اخترع الصغيرات، ونعرفوا اللي توا الحسب ما شفنا وجولنا في المؤسسه اللي الصور غير مكتمل. لو كان تحدثنا على بعض النقائص. والله ديما في المؤسسه التربويه وخاصه اذا كانت مبنيه في ومدة طويلة من عام 58، أكيد مش تلقاها تهرات وهرمت وتعبت وما فماش لونترتيان الكبير. أول شيء هاك مريتك القسام اللي مغادي هذوك مبنيين من السنوات هذيك، ومازالوا تبارك الله شادين رواحهم. جددنا المنطقة هذية، فهمت؟ ما نقول لك التبليط هاك مريتو ناقص ياسر، طالبة مجهود كبير، ما نكذبش عليك المدرسة مجهودها ضعيف ياسر، لا لشيء لأن ما عندهاش ميزانية. ثم مش طالب مش طالب، الوزارة نصفوا عليها بصراحة ياسر على هالشيء. ولذلك باش نحلوا المشكلة هذه يلزمنا نربطوا مع المجتمع المدني، ونلزموا نبنيوا علاقات، احنا ساهموا معنا بعض الأشخاص، بعض الجمعيات. المجتمع المدني علاش قلت لك مهم ياسر. النقائص كبيرة، هاكا عندنا السور أكثر من 400 متر، وجرينا أنا واحد من الناس من اللي جيت لهنا تو من عام 2010 وأني نجري على جال باش يتعلى السور، والله غالب ما نجمناش، يتكلف ياسر. جريت على سقوفات باش يتريقلوا، ما قصرتش الدولة معناها عاونتنا وبنينا بلوك سانيتير، بنيناه جديد للفتيات، معناها لاحظنا اختلاط، بعدنا خلينا الاولاد وحدهم والبنات وحدهم. اهم شيء عندنا بير، الساحه كبيره، ارض فلاحيه كبيره، ما نجمناش نستغلوها، فهمت؟ لان ما نبهانا ما نجموش ندخلوه. فما بير قديم مالح ياسر وجاج، ولذا ازيد معناها مش يطيح ولا اخطر على المؤسسه. ولاحظتوا كيفاش مغطينه بالله باش نبعدوا، وبنينا سور ترابي هاك تراو فيه، ان شاء الله وعدونا بعض زاد الجمعيات ولا الناس باش يعاونونا فيه ويبنيوه، ونخليو المدرسه وحدها والطرف الترابي هذيك منطقه فلاحيه وحدها. هكا متابعينا الاعزاء ينتهي لقائنا في على امل الالتقاء بمديرين اخرين، والتطلع الى متابعه اهم انجازات مؤسسات اخرى، والواقع مؤسسات اخرى ما زالت ترنو تحت التهميش. شكرا لكم والى اللقاء.